وينضم إلينا مراسلنا من أمام المحكمة الاتحادية سيف علي. سيف، هناك يعني قضاة المحكمة الاتحادية يعقدون جلسة مداولة فيما بينهم، حدثنا أكثر. بداية تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة دجلة. طبعا يعني هذه الأنباء يعني وصلتنا قبل قليل، يعني كانت هناك جلسة تداولية ما بين القضاة داخل المحكمة الاتحادية طبعا من أجل البدء بالجلسة وإصدار القرار. طبعا هذا القرار لا ننسى أن هذا القرار تأجل، كان المفروض من اليوم 26 يعني يوم أمس كان المفروض أن يصدر القرار، لكن العطلة الرسمية أجلت إصدار القرار إلى هذا اليوم. ربما يعني هناك نوع من التريث قبل إصدار القرار. نحن الآن ننتظر، يعني كل الإعلاميين ينتظرون في باحة مجلس القضاء الأعلى حيث بناية المحكمة الاتحادية لانتظار القرار وما سيصدر عنه. لكن يعني قبل إصدار القرار وقبل المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى شهدت العاصمة بغداد اختناقات مرورية يعني خانقة جدا، وأيضا كان هناك إغلاق لبعض الطرق الرئيسة وأيضا إغلاق جسر الجمهورية بالحواجز الكونكريتية. طبعا هذه الاختناقات شملت يعني مناطق حيوية في العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة، وأيضا كان يعني هذه الاختناقات ربما كانت بسبب التصعيد من قبل الأطراف الرافضة طبعا لنتائج الانتخابات. التصعيد كان قرب بوابة المحكمة الاتحادية بمنطقة الحارثية، كان هناك تصعيد، وأيضا التصعيد الآخر كان من قبل المحتجين في مدخل وزارة الدفاع حيث مدخل هو مدخل المنطقة الخضراء. طبعا الإغلاق أو الإغلاقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أيضا المنطقة الخضراء، يعني المنطقة الخضراء لها أربع بوابات، ثلاثة أبواب مغلقة وباب واحدة أيضا بقت هذا الباب لدخول من يحمل طبعا حصرا من يحمل باجات المنطقة الخضراء. نعم، حاليا القضاء في الجلسة التداولية، متى من المتوقع أن تبدأ الجلسة الفعلية لبت في القرار؟ يعني حتى الآن يعني وقت إعلان الجلسة غير معلوم حتى هذه اللحظة، لكن يعني بحسب التسريبات ربما خلال ساعة من الآن ستبدأ جلسة إصدار القرار. لكن هذه أنباء إلى حد الآن يعني مسربة من الداخل، حتى الآن لا نعلم الوقت الفعلي متى تبدأ. لكن الكل يعني اليوم يجمع أنه القرار سيصدر هذا اليوم، ولا مجال يعني لا مجال للتأجيل طبعا. نعم سيف علي، شكرا جزيلا لك.